يا صباح الخير على كل مشاهدينا اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضاء المصرية. أهلا بكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا شادي. صباح الخير عليك يا منى، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم، حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. ابنك هيتعلم منك كل حاجة، أي تصرف أنت بتعمله وابنك يدوب لسه بيفتح عينه على الدنيا كده هيتعلمه منك، سواء اتكلمت أو ما اتكلمتش، نصحت أو ما نصحتش، لمجرد أنه يشوفك بس بتتصرف تصرف معين قدامه، بتعمل حاجة معينة، بتتكلم، حركاتك، سكناتك، كل حاجة في حياتك أنت ووالدة الطفل كمان، يعني أنتوا الاثنين، هتلاقي ابنك لقطها على طول وتعلمها منك. كلنا طبعا بلا شك كل واحد فينا نفسه أن ابنه يطلع أحسن حاجة في الدنيا، نفسه، كلنا عندنا عيوب طبعا، نفسنا أن العيوب دي ما تبقاش موجودة في ولادنا. فعشان كده بنحاول قدر الإمكان أنك تتصرف تصرفات كويسة قدام ابنك، عشان حتى الصفات الوحشة اللي عندك ما تطلعش في ابنك. بنحاول قدر الإمكان أنه يتعلم كل حاجة كويسة، بنحاول قدر الإمكان أنه يطلع أحسن حاجة في الدنيا. كل واحد فينا نفسه أن ابنه يطلع أحسن منه بكتير. عشان كده وإحنا بنربي أولادنا بنزرع فيهم مجموعة كبيرة من الصفات، يعني لا تعد ولا تحصى، سواء بالنصيحة المباشرة أو حتى من خلال التصرف اللي إحنا بنعمله قدامه. سؤالنا بيقول إيه أكتر حاجة أنت تحب تشوفها في ابنك لما يكبر؟ إيه أكتر حاجة منه؟ والله انا مش ما عنديش صفه معينه عايزه اشوفها في ابني. في ناس كده بتبقى حاسه ان كرم من ربنا ان الولاد بتبقى صفاتها طيبه طالعه كويسه طبعا. في ولاد من بطبيعتهم طالعين كويسين، هاديين، عندهم نوع من انواع الصدق او الامانه، يعني طبعا شقاوه وساعات اهمال في المذاكره والحاجات اللطيفه اللي بتحصل لكل الولاد دي، لكن اجمالا كده انت بتقول ده واحد الحمد لله صالح او انت شايفه انه تمام، واحد قد يكون مش احسن حاجه وانت بتبقى شغال عليه. من حظي الحلو ان انا ابني من الولاد اللي هم اقدر اقول عليه يعني صالح، فانا مش فارق لي قوي بقى ان انا اقول ان هو يبقى احسن واحد او اشطر واحد او اكتر واحد صادق او اكتر واحد يعتمد عليه، انا مش فارق لي خالص. فاضي، انا فارق لي قوي ان هو يبقى اكتر واحد فرحان وسعيد ومستقر في حياته، ان هو يبقى ايا كان اللي بيعمله هو يبقى حاسس ان هو بيعمل حاجه مفرحه. مفارقلي قوي ان ابني يبقى حاسس ان هو مرضي من جواه، ان هو ما يبقاش حامل الهم، ما يبقاش قاعد عمال يحسب حساباته طول النهار والليل، عمال يفكر والخطوه اللي جايه ايه والخطوه اللي بعد. لو هو عايز يعمل كده هو حر برضه، لكن انا مش عايزه البسه عباءه احلامي او ابقى شايفه حواليا حاجه مضايقاني فافضل احطه في قالب يا شاذلي انه ابعد عن اللي مضايقني انا. ما هو ممكن اللي مضايقني ده ما يكون مريحه. مش عايزه اقول كلام مثالي بس بحاول قد ما اقدر، وان كان طبعا من داخليا لا طبعا نفسي يبقى ونفسي بس بقى قاوم نفسي علشان انا فكرت فيها، هو انا ليه بجبره او ليه حجبره انه يبقى انا، هو انا اسيبه يبقى هو بشكله وبطريقته ويتحمل. صحيح. طيب انا بالنسبه لي الانسانيه، يعني الانسانيه دي صفه بتحمل تحتيها حاجات كتيره قوي ممكن تشمل كل الصفات الحلوه. يعني انا طماع شويه، لو زرعت في ابنك او بنتك الانسانيه هتلاقيه لما يكبر عنده احسان، عنده ايثار، عنده احساس بالغير. لو كان في منصب او في موقع مسؤوليه او مسؤول عن حد هتلاقيه بيحس بالموظفين اللي موجودين معاه او الموظفين اللي تحت منه، هتلاقيه هو انسان. ودي اهم حاجه انك تكون حاسس بالغير في كل حاجه، في حاسس باهلك في البيت، حاسس بجيرانك، حاسس بالناس في الشارع، حاسس بالناس اللي معاك في الشغل. فهي انا شايف ان صفه الانسانيه دي من اهم الصفات اللي ممكن تكون موجوده في حد يعني. فدي بالمناسبه لنفسي يعني تكون موجوده في بنتي، زائد القياده. كنا لسه بنتكلم قبل الهوا على القياده، لكن هي بنتي 7-8 سنين بس هي انا حاسس ان هي قائد يعني. يعني كنت بحكي لك موقف كده قبل الهوا، كانت في المدرسة ومعاها أولاد خالتها، واحد كبير وواحد صغير، طفل لسه صغير، الكبير ده في سنها والصغير لسه يعني في أول مراحل يعني. فهي عايزة تمسك إيد الطفل الصغير، فابن خالتها بقى، فالكبير بيقول لها لا ده أخويا ممنوع تمسكي إيده. فقالت له طيب خلاص، فسابتهم الاثنين فتاهوا الاثنين. فقالت لي هم حرين بقى أعمل لهم إيه؟ نصحت ولا ما نصحتش؟ قالت ولا ما قالتش؟ يا تيجوا تمشوا معايا من هنا وامسك ايده يا اما خلاص براحتكم، فسابتهم الاثنين تاهوا الاثنين. الجينات موجودة. تاهوا في المدرسة. بس دي حاجة كويسة جدا انها تبقى محددة عايزة تعمل ايه وتسيب للناس الاختيار، وفي الآخر تبقى شايفة ان هي طريقتها اللي ممكن تكون، وتحس بقى بمردود رد الفعل. ما هو بقى لو في قيادة وفي إنسانية اللي كنت بتكلم عنها من شوية تبقى حاجة عظيمة قوي يعني، أتمنى طبعا. ان شاء الله يا رب. طيب ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، ايه اكتر حاجه تحب تشوفها في ابنك لما يكبر؟ في انتظار اجابات حضراتكم عشان نستعرضها خلال حلقه النهارده.
لكن دلوقتي هنبدأ حلقتنا مع حضراتكم. من صباح لحضراتكم مرة تانية، أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر.